قولي تركيب الأذن. هي خارجية تمام وداخلية والوسطى تمام الخارجية بتتكون من ايه وايه وايه؟ من الصوان والقناة السمعية والطبل برافو. طيب والأذن الوسطى؟ السندان والركاب والمطرقة برافو. طيب والأذن الداخلية؟ النافذة والقوقعة والقنوات الهلالية برافو. والعصب؟ العصب العصبي السمعي، اسمه العصب السمعي. تمام. طيب تمام. من المختص بجمع الموجات الصوتية وتضخيمها؟ الصوان الجمع والقناة التضخيم تضخيم. ومين اللي بيضخم بصورة أكبر من تضخيم قناة الأذن أو القناة السمعية؟ في القناة السمعية بيضخم ليه مع الفتاة؟ يعني قناة الأذن بتضخم الصوت، في بقى حاجة تانية بتضخم الصوت أكتر بعد ما تعدي من قناة الأذن، بتروح فين؟ اللي هي الأذن الوسطى الأذن. عموما. تمام، الأذن الوسطى. طيب القنوات الهلالية فايدتها إيه؟ زي ما قلنا التوازن، التوازن تمام، وبتحتوي على إيه وإيه؟ على ايه وايه؟ ثلاثة أنابيب وسائل، صح؟ والثلاث أنابيب دول عاملين زاوية قايمة لاستشعار الحركة في 3 أبعاد، تمام؟ طيب من الذي يقوم بمعادلة ضغط الهواء داخل الأذن الوسطى والهواء الذي في الجو؟ استكيوز قناة استكيوز قناة استاكيوس. طيب الرؤية الأحادية بتكون موجودة عند مين؟ عند الحيوانات أكل الأعشاب، والثنائية؟ عند الحيوانات أكل اللحوم، والإنسان. تمام. والإنسان طيب أين تقع الغدة الدرقية؟ عند الرقبة. برافو. أسفل الحنجرة أو في العنق. تمام. طيب وأين توجد الغدة الكظرية؟ والغدة الصنوبرية؟ اللي بتفرز هرمون الميلاتونين. طب مسؤول عن ايه بقى الميلاتونين ده؟ النوم، مسؤول عن النوم. طيب الغدة الصنوبرية دي بتوجد في منتصف الدماغ، لأن احنا قلنا يا محمود إن في غدتين موجودين في الدماغ، غدة في قاعدة الدماغ وغدة في منتصف الدماغ. مين اللي موجودة في قاعدة الدماغ؟ الغدة النخامية. أما اللي موجودة في منتصف الدماغ هي الغدة الصنوبرية اللي هي بتفرز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم. تمام. طيب هرمون الاستروجين بيفرز فين أو يفرز منين؟ المبيضين. وهرمون النمو النخامية. تمام، النخامية. طيب وهرمون الأدرينالين وهي القطرية. من الكظرية. طيب هرمون الأنسولين من البنكرياس. البنكرياس. برافو. طب والبنكرياس ده بيقع فين؟ يعني مع الجهاز العظمي. ضمن الجهاز الهضمي. تمام. طيب وهرمون التستوستيرون من أين يفرز؟ من الختان. تمام.
طيب، هرمون نقط مسؤول عن تغيرات البلوغ وبدء الدورة الشهرية عند الإناث؟ الاستروجين. برافو، الاستروجين. طب هو تغيرات البلوغ عند الفتيان؟ تمام. طيب، هرمون ينظم معدل الأيض في خلايا الجسم؟ لا، على غضة الدرقية، بس الهرمون ايوه، برافو. ها، الثيروكسين. السيروكسين. السيروكسين، ماشي. طيب، هرمون يزيد من معدل دقات القلب ومستويات السكر في الدم ومعدل التنفس؟ ادرينالين. طيب، هرمون يخفض مستوى السكر في الدم؟ يخفض الايه؟ الجلوكون. لا، هنزعل. يعني مرضى السكر بياخدوا هرمون الجلوكاجون، الانسولين. ما هو يعني مرضى السكر بياخدوا الانسولين ليه؟ عشان يخفض مستوى السكر في الدم. اما الجلوكاجون هو اللي عكسه، بيرفع مستوى السكر في الدم. تمام. طيب، هرمون يحفز انتاج حليب الثدي؟ كان أول واحد في الجدول. أول واحد من البرولاكتين، البرولاكتين. ومن أين يفرز؟ من أي غدة؟ من النخامي. برافو. طيب، تركيب العين. تركيب العين، القرنية وظيفتها إيه؟ تعكس الضوء نحو العدسة أو تعكس تسدد. ولا تكسر؟ تكسر الضوء. تمام. طيب، كان في تمام. حاجة كمان بتكسر الضوء. العدسة. العدسة. برافو. طيب، جزء في العين يحتوي على سائل. في جزئين في العين، في سائل في الجزء الأمامي وسائل في الجزء الخلفي. الجسم الهضمي والسائل المائي ينتج وسائل الزئبق. برافو عليك يا محمود، ممتاز. لازم يكون عندك ثقة فعلا ان العلوم دي في جيبك. ماشي، فكده ممتاز يعني، ما شاء الله عليك. ندخل بقى في سيشن النهاردة.